كده برضه كده برضه تقديم عليكي وما تاخديش الدواء. انا اسفه والله يا ماما، حقك عليا. انا اللي تقلي حقك عليا يا شيخ، حرام عليكي نشفتي دمي والله العظيم. وانتي بقى لما الدواء خلص ليه ما جيتيش قلتي لي؟ نسيتي. انا فكرتك امبارح وانتي قلتي لي هتقولي لماما وفاء، ليه بقى ما قلتلهاش؟ هو بقى يا ايمان قلت لك نسيت. نسيتي؟ طب المره الجايه بقى تبقي تركزي عشان ده دواء مش هزار. حاضر. يلا يلا يا بنات عشان تقوموا ترتاحوا. اتفضلي حضرتك وانا هطلعه. ماشي يلا اصبحوا على خير. يلا. ممكن يا بنات تسيبوني معاها 5 دقايق؟ طيب ماشي. تصبحوا على خير. وانتي بقى. انا اسفة. انا عارفة ان انا جرحتك وضايقتك. واللي انت عملتيه ده بسبب اللي انا قلته. حقك عليا. والله ما كنت اقصد. انا مش عارفة اليومين دول مالي. مخنوقة كده ومش على بعض. أرجوكي سامحيني. ولا يهمك يا أبلة عبير، بس ما تتأسفيش. أنت يعني ما قلتيش حاجة غلط. خلاص بقى. ما أنا قلت لك أنا آسفة. ما بعرفش أزعل منك. طب يلا يلا عشان تلبس يلا. يلا. ألف سلام عليكي. استني أنا اللي أسفة. خفيفة يعني مش حاجة. هدلعك شوية. بس. مدام وفاء. الأستاذ كان عايز حضرتك. خليه يتفضل. رشدي توفيق والد شيماء. شيماء. يا ماما. ليك عندي خبر حلو. إيه؟ باباكي خرج مستنيكي عندي في المكتب. Watch it.